طيب ال changes simply patch notes 6.11 ما في تعديلات كثيرة صراحة، يعني ما في تعديلات game changing إلا كم تعديل بالذات، يعني ال item changes زي Trinity Force والتعديل اللي سووه على ايكو، بس غير كذا الباقي كله طبيعي. انيفيا سووا لها نيرف بسيط على الار حقتها على اساس يقللوا الاسستنس حقها، كانت تقدر تفك الالتي وتخليها مفتوحه فور ايفر، زودوا المانا كوست عليها. ازير على اساس انه لسه دوميننت ميد جيم، يعني ما متمكن من الميد ويبغوا ما يبغوا يتلاعب كثيره في ال سي اس، يبغوا يشيلوا شويه من اليوتيليتي حقته، ما شالوا ولا شيء من الدامج حقه بس شويه من اليوتيليتي. ايش اليوتيليتي اللي شالوها؟ اول كانت الدبليو سولجرز حقينه يقدروا يضربوا التاورز، الحين ما يقدروا يضربوا التاورز. والالتي حقته اول كان لما يحطها تجلس من 5 6 7 سكندز، دحين خلوها 3 سكندز بس، ولو جريتوا من حولها الالايز حقونه اللي معاهم جروا من وسطها ما عاد تصير لهم موفمنت سبيد باف. اول كان لما تجري من وسطها وانت معاه في نفس الفريق يجي لك موفمنت سبيد باف. بعد كده الكوركي زودوا الدامج ريشيو بعد على التوتال اتاك ريشيو على الـ على الـ على الالتي حقته عشان اللي سووه في ترينيتي فورس اللي حنروح له بعد شويه. ترينيتي فورس شالوا منها الكريت، وكانت ترينيتي فورس بلت اول ايتم يبنيها كوركي دائما يا عارف، عشان شالوا منه الكريت قاموا ضافوا له شويه دامج على الالتي حقته. ما ح... الكلام هذا ما اظن يرجع كوركي للجيم يا شباب، ولا حيسوي فيه اي حاجه. اظن كوركي عشان يلعب الجيم يبغى له شويه تعديلات اكثر من دي على اساس ترجعه. ايكو زي ما انتم عارفين السيزون هذا كله تقريبا هيز بيرما بان في كل جيم، عشان يروح تانكي دامج مو طبيعي، يروح اي بي دامج مو طبيعي، فكل باتش ايش كانوا يسووا؟ يزودوا الريشيو اي بي دامج حقه، وينقصوا الدامج وينقصوا البيش دامج، عشان الله اللي بيبني تانك ما يسوي دامج كثير، واللي بيبني اي بي يسوي دامج كثير. كل التعديلات هذه ما فرقت في اي حاجه صراحه الى الان، فبرضو اهو مجموعة نرفات زيادة على أساس يحاولوا يغيروا النظام. الباسيف حقته إذا فاكرين الباسيف حقته يا شباب، كل ما يسوي ابيليتي ولا اوتو اتاك على الشامبيون يسوي يجي له ستاك ريزونانس اللي هو زي درايف ريزونانس، الثالثة حتسوي بروك ل شو اسمه، حتسوي بروك ل اي بي دامج، تقدر تعيدها مرة ثانية على نفس الشامبيون اللي انت بتضربه بعد 3 ثواني، خلوها بعد 5 ثواني. فإذا انت بتتضارب 1 في 1 ما تقدر تعيد الباسيف هذه الا بعد 5 ثواني، يعني يبغى يقللوا الدامج حقه على 1 في 1 على اساس بالذات لو كان توب توب تانكي وكل شوية والتاني يسوي بروك، لان هي ايش يسموها ليفل بيست، وكل شوية وكل شوية والتاني تجيب 3 ستاكات وتضرب الدامج بروك حقها والدامج حقها صار ما هو طبيعي. بعد كده الكيو برضه زودوا الريشيو اي بي ونقصوا الريتيرن باك دامج. ايش يعني؟ برضه اذا انت تروح اي بي حتزيد الدامج حقها، وهي راجعه دائما فاكرين الكيو حقته، وهي رايحه يا شباب تضرب وهي راجعه تضرب، وهي راجعه كانت تضرب دامج 60 85 ل 160، دحين خلوها 40 65 وهكذا. الدبليو حقتها قللوا الستان دوريشن، كانت الستان تاخذ دقيقتين ثانيتين ونص، دحين ثانيه فاصل 75. الكرونو بريك اللي هي الالتي نقصوا الدامج حقها وزودوا الريشيو ابي، برضو هذا تارجت على التانك ايكوس. اذا انت تانك ايكو حتسوي دامج اقل كثير من اذا انت اي بي ايكو. اجين الفكره يبغوا الاثنين تجي، يبغى تانك ايكو موجود ويبغوا اي بي ايكو موجود، بس يبغوا اذا كان تانكي ما يسوي دامج زي ما هو بيسوي حاليا. الوي ولا ايلوي برضو نفس المشكله. اظن الباتش هذا يا شباب كل التعديلات اللي انتم ملاحظين مسوينها على اساس يقللوا عدد الشامبيونز اللي يطلعوا توب اي بي، يعني لو ملاحظين مين اللي ما مين الجالس اللي المتمكن من الاي بي توب دحين، سوين فلاد ايكو موكاي ما زال برضو جراجس، والخمسه هذول كلهم ولا مالفايت والخمسه هذول كلهم اي بي، فيبغوا يرجعوا الاي دي الاي دي جاجرناتس لتوب اللي هو داريوس الوي ايريليا الشغلات هذه كلها، فبف بفوا الشامبيونز هذول على اساس يبغوا التوب يصير كونتستد شويه. الوي اول كانت صراحه سووا لها بف مو طبيعي، يعني انا تفاجات لما شفت البف هذا، لان البف هذا حيخليها مشكله سواء بنت تانك ولا بنت اي دي. غيروا الطريقه حقت الكيو حقها تشتغل، كانت اول تشتغل على الدامج حقها كان يزيد بيست على بونص اتاك دامج، يعني كل ما اشتريت ايتمز اتاك دامج زياده كل ما زاد الدامج حقك. دحين ما صار يفرق، دحين توتال اتاك دامج باي برسنتج، يعني عندك 100 اتاك دامج الكيو حتسوي 110 او 130 على حسب 30%. في المقابل اول لو كان عندك 100 اتاك دامج ما حتسوي الا 101 زياده، فاهمني؟ ف
فما عاد صار لازم تبنيها تانك، ما عاد صار لازم تبنيها اي دي عشان عشان الكيو حقتك تجيب دامج، ممكن تبنيها تانكي وبرضه ما زلت تسوي دامج بالكيو حقتها. الدبليو نفس الطريقة، شالوا منها من التوتال اتاك دامج، يصير مو لازم تبني اتاك دامج، وخلوها برسنتج هيلث على اساس تنفع قدام التانكس. اللويا الدبليو حقتها صارت مجرمة قدام التانكس يا شباب. فتضرب بيست على توتال اتاك دامج بلس برسنتج هيلث من الادم اللي قدامك اوف ذا ماكسيمم تارجت، كل ما كان تانك زياده كل ما كان ضرباته زياده. الاي اللي غيروه فيها نقصوا سلو دويريشن من ثانيتين لثانيه ونص، وشالوا الديكي حقها في كل حالات ثانيه ونص سلو وبعدين يختفي على طول مش ينقص مع الوقت. جاكس برضه باف عظيم زي ما نفس اللي قلناه في الجيم على اللويا يا شباب، يبغوا يرجعوا الاي دي جاجرنات ستوب اللوي حترجع. جاكس المفروض تشوفوه كثير اليومين هذه. الستاكس حقته ايش كان نظام الباسيف يا شباب، كل ما كان تضرب ضربه كل ما يجي لك ستاك الين يتعبى لين 8 ستاكات، لو وصلت 8 ستاكات يعني ليت جيم حيوصل على التاك سبيد حقك 80% وثانيتين ونص. بعد ثانيتين ونص ايش كانت الستاكات هذه؟ كانت تطيح كلها في نفس الوقت، يعني ثانيتين ونص ما ضربت ولا ضربه الستاكات كلها تنزل. دحين لا، غيروها خلوها ينزل ستاك باي ستاك، بس ما هم كاتبين هو كل ثانيه ولا كل ثانيتين ونص. ان كان من معرفتي برايوت ايش يسووا، حيديها هتنقص الستاكات كل ثانية حينقص ستاك واحد، يعني انت عندك 8 ستاكات اول ثانيتين ونص كانت تختفي، دحين ثانيتين ونص هتصير 7، بعدها بثانية هتصير 6 وهكذا لين ما تصفر. يا اللو از gonna be OP again. Again جاكس از gonna be beyond OP برضه في الفترة هذه especially في الدولينج وفي التيم فايتس. اول كان لازم عشان يدخل التيم فايت يحاول يبني الستاكس حقته بسرعة فيبنيها في نص التيم فايت، واذا ما يقدر يطول اذا حيموت بسرعه ما يقدر يبنيها. دحين ممكن تبنيها من بدري وتجي جاري من بعيد، يعني من الجنجل تروح تبنيها وتجي جاري تاخذ لك فيها ستاكات. كيندرت برضو زي مشكله اللوي بالنسبه زي مشكله ايكو بالنسبه لنا، كيندرت موجود في كل الجيم، في كل جيم بيصير له بان تقريبا على اساس الايرلي دوميننس حقه. وفي ال سي اس برضه موجود في كل جيم على اساس مشكله الدوميننس حقه، فبيحاولوا يسووا له بالانس شويه. اللي غيروه مبدئيا راحوا على الباسيف حقته، اذا كانوا اذا كنتوا فاكرين الباسيف يا شباب الماركس حقته كانت تنحط راندوملي على اي محل في الجنجل، دحين خلوها شويه منظمه. يعني طبعا المارك كانت كل 90 ثانيه خلوها كل 75 ثانيه، اذا كان عندك من ستاك الى ستاكين الماركات ما حتيجي الا في الريفت في السكاتلرز اللي هو اللي في شو اسمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يا حيجي يا اللي في الريفر هذا السكرب، ولا حتيجي في ال في ايش هو الريزر بريكس. الريزر بريكس هذول الحمر اللي لو سويت عليهم اللي سويت عليهم السمايت تاخذ الفيو. فاذا كان عندك صفر ستاك ولا ستاكين ما حتيجي الا في هذول الاثنين، اذا كان عندك ثلاثة الاربع ستاكس حتيجي في الجراكس والريزر بريكس والجرامس والمورلوكس والولفز، يعني حتيجي في الجنجل. اذا كان عندك اكثر من اربع ستاكس خمسة ستاكس حيجي على البلو والريد والريفت هارلد والدراجن، اذا كان اكثر من سبع ستاكس عندك انتوا فاكرين تجمع ستاكس يا شباب صح؟ ما حيجي الا على بارون وعلى الدر دريك. اوكي الكيو سووا لها نيرف جامد بدايه الجيم، خلوها من 60 ل 180 ل 55 ل 135 على اساس مشكلتها حاليا هي الكيو بتسوي دامج مو طبيعي. فكان كندرز كثيره ما يهمهم يجمع ستاكات على اساس اوريدي الدامج حقه مره عالي، دحين يبغوك عشان تسوي نفس الدامج اللي كنا تسويه اول لازم تجمع ستاكات. الباونتيز انكريز دانس ارو دامج باي 5، فيعني ايش معنى الكلام هذا؟ معناها اذا انت جبت 9 ستاكات من الباسيف حتصير كانك تسوي نفس الدامج اللي كنت اول، يعني كل ستاك تجيبه حيزود الدامج 5 عشان توصل لل 180 اللي كانت موجوده اول على الكيو باي ديفولت، يبغى لك 9 ستاكات. لو جبت 9 ستاكات حتسوي نفس الدامج اللي كنت بتسويه اول. نفس الشيء على اي نقصوا السلو حقها من 70% ل 50% ونقصوا الدامج حقها في بداية الجيم وخلوه في النهاية زي ما هو. كل التعديلات هذه يعني هذه التعديلات ما حتغير شيء في كندرد يا شباب في كمية مين الناس يختاروه، بس حتخلي الايرلي حقه شوية بلنشت الناس تقدر تتحمله وتلعب معاه. التعديل العظيم على لوسيان، لوسيان نقصوا الرينج حق الكيو حقه من 1100 ل 900، نقصوا الدامج ريشيو حقه في البونس اتاك من 0.6 من هذا الى 1.05 في النهايه الى 1.5. التعديله هذه ما حتفرق كثير في الايرلي جيم، حتفرق شويه في طريقه لعبه. لو ملاحظين ال 1100 هذه و900 زي ما شفتوا الجيم اللي لعبته قبل شويه يا شباب اللي لعبناه اليوم، لازم تقرب اكثر عشان تسقع الكيو حقتك. اول كانت الكيو تقدر تسقعها من بعيد سيف ما حد يقدر يضربك، دحين فيها حب فيها كلام، يعني 900 الرينج زي الرينج حق الاوتو اتاك حق كيت، اكشلي مش زيه بس مره قريب منه. الرينج حق الاوتو اتاك حق
حكيت 650. هذا اقرب شيء يعني، يعني هي اقرب واحدة لها. طبعا الرينج حق الاوتو اتاك حق تويتش اذا كان عنده الالتي 800 فيكون قريب منها. في كل الحالات يبوك عشان تسوي الكيو حقتك تخاطر مش زي اول. بعد كده الدبليو نقص الرينج حقها 900، انا ما اشوف التشينج هذا في له اي، ما حيفرق باي طريقه كانت. طيب هل التعديل هذا حيغير من كون لوسيان متمكن من اللين؟ ما حيغير ولا شيء، حيضعفه شويه ايرلي جيم ليت جيم ميد جيم، ما حيفرق في التيم فايس. لوسيان عامه مشكلته ما هي في في في, في الرينج حق الكيو حقه ولا هذا. لوسيان ينفع مع اي تيم كومب، يتحرك حركه لا نهائيه، فيري يوتيليتي بيست، والدامج حقه عالي. الكوريان بيلد الجديد حقه خلاه ما يعني ما هو طبيعي، وما ح... والتعديلات هذه ما حتفرق شيء. موكاي عشان رجعوه في الباتشات اللي فاتت وزودوه مره كثير، قال لك والله نبغى وي ونت تو تايل داون، نبغى شويه نبغى يكون بالانسد في البدايه على اساس الناس تقدر تتعامل معه. فكل اللي سووه عليه نقصوا الهيلث ريجن من 8 ل 7، والجروث اللي هو كل ليفل من فاصلة 8.5 لفاصلة 7.5، والكيو كانت اول الكول داون حقها كل 6 ثواني خلوها 8 لنهايه الجيم 6 ثواني بس، يبغى يقلل الايرلي جيم حقه، لانه صراحه صعب يكون تانك هيوج بالطريقه هذه وبيسوي الدامج اللي بيسويه بيرجع هيلث بالطريقه اللي بيرجعها، فيبغوا يسووا له بالانس حبتين. نيدلي برضو من الشامبيونز اللي دومينيتنج في الايرلي جيم زي كندرت حاليا، ان كان في ال سي اس اكثر مما تشوفه في السولو كيو. يا شباب الناس دائما تختارها بطريقه او باخرى على اساس الايرلي جيم كلير حقها على الجنجل مو طبيعي، وعليكم السلام ورحمه الله محمد ابو بكر، وال 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 والباونس دامج حقها الريست بيصير بسرعه، فقال لك يبو يقللوا برضه الايرلي جيم دومينيشن حقها. الباسيف حقتها اذا فاكرين يا شباب ايش كانت الباسيف حقتها، يجيك الموفمنت سبيد بوف اذا دخلت في البوش، ولا اذا اي اذا اذا احد جاء عليه الهانتد اللي هو لو ضربت الكيو على واحد ولا جاء فوق التراب حقك. فايش اللي غيروه؟ اول كانت اظن هذه كانوا عاملينها بالغلط، كان اذا احد انت رامي تراب في اخر الدنيا واحد داعس عليه تجيلك موفمنت سبيد بوف اذا كان انت في رينج حوالي 5500، فهذه عدلوها. لازم تكون قريب من ال من الـ من الـ من الرينج حق الابيليتي اللي انت سويتها عشان تجيك الباسيف هذه. غير كده الدبليو هذه اللي هي الكول داون ريسيت حقها، كان اذا ضربت اذا جبت الهانتد اذا ضربت الكيو حقتك ولا واحد طلع فوق التراب حقك على طول الدبليو اذا كان فيها كول داون ينقص 70%. دحين خلوها لا 40% بداية الجيم، 50%، 60%، 70%. في كل الحالات نيدلي التعديلات اللي سووها عليها بس على اساس السبيد حق الكلير حقها في بداية الجيم، كانت تجري جري تروح على اي على اي شو اسمه على اي جنجل ترمي عليه الكيو حقها ولا تحط هذا وعلى طول يصير ريسيت للدبليو حقتها. فدحين يبغوا يقللوها ايرلي جيم على اساس الجنجلرز التانيين يقدروا يتجاوبوا معاها. رايز نفس الشيء، سووا له اكشلي سووا له نيرف بسيط، الكيو نرفوها ليت جيم لانه الايرلي جيم حقه كويس ما ابو شيء، الليت جيم عنده فيه مشاكل. الالتي برضه نرفوها ليت جيم لانه الليت جيم صار صراحه ما له اي حل، واي واحد يقدر يلعب ويسوي الكومبو حقه كامل. لا ما عملوا بف لايكو، عملوا نيرف لايكو يا محمد، عملوا نيرف لايكو تانك، عملوا بف لايكو اي بي، وهذا الوضع الطبيعي وهذا المفروض يصير مظبوط اللي بيسووه. سوين سووا له نيرف للكيو حقته وسووا له نيرف للار حقته بس على اساس انه دحين زي ما انتم شايفين لو اي احد اخذ يعني لو اي احد اخذ سوين هي كان 5 في 1 في دقيقه 20. بعد كده تاليا عشانها ما هي موجوده في الجيم نهائيا، في الباتش اللي فات سووا لها باف على الكيو حقها، سووا لها باف مره ثانيه على الكيو حاليا، زودوا البيس هيلث حقها وسووا لها باف على الكيو تاليا لانه ما هي زي ما انتم شايفين يا شباب ما هي موجوده في الجيم وما حد عارف ايش يسوي بيها. الين دحين برضه رايت ما هم عارفين ايش يسووا بيها، كل اللي سووه زودوا الدامج حقها على الكيو على المينيونز عشان تقدر تسوي مينيونز كلير اسرع من اول. فيلكوز هو اللي غريب، فيلكوز الباتش اللي فات سووا له بف، الباتش اللي قبله سووا له بف، والباتش هذا برضه سووا له بف، والدامج اللي بيسويه مو ادمي وما زالوا بيسووا له بف، يبغوا يرجعوه ميد جيم باي طريقه. رايت اظن في كده عند بينهم علاقه مع التنتكلز هذا الديفل الهنتاي، حابينه يبغوا يرجعوه باي طريقه. الكيو نقصوا ال سوري زودوا السلو حقها ليت جيم، هذا البف لفيلكوز سبورت اكثر منه بف لفيلكوز ميد. بيني وبينكم والله حتى ميد يا شباب، لانه لو ليت جيم وسوى سلو لاي واحد يقدر يقتله بكومبو كامل. بعد كده الالتي غيروها حبتين، طبعا نقصوا الدامج التوتال حقها بس التنقيص هذه ما تفرق لانه لسه ما زالت الالتي تحط الستاكات حقت الباسف، والستاكات حقت الباسف انتم عارفين كل 3 ستاكس بعد 3 ستاكس كل ضربه ترو دامج، فما ما ما حيفرق الباف النيرف هذا، النيرف هذا على البيس دامج وزو
ما حيغير من الدامج اللي بيسووه. هذا اللي صراحة فعلا زبالة. every 0.7 second حيجيك ستاك من جوا الالتي. لو سويت الالتي حيجيك ستاك كل فاصلة 7 ثواني، يعني كل ثانية تقريبا او كل ثانية ونص حيجيك ستاكين. بعد 3 ستاكس كل ضربة حتصير ترو دامج. فانتبهوا من الستاكات حقته يا شباب، لانه وضعها مو طبيعي. هذا اللي برضو غريب، زد سووا له نيرف وبف في نفس الوقت. ايش التغيير اللي غيروا له اياها؟ خلوا الكيو حقته تسوي دامج اقل، بس لو جبت اكثر من شوركن، يعني حطيت الشادو حقك انت جبت الكيو والشادو جاب الكيو، حتسوي دامج زياده. بف ونيرف في نفس الوقت، نيرف في السولو كيو، بف لال سي اس او بف للهاي ايلو. يعني اللي يعرف يلعب زد متمكن منه يا شباب، لو حتجيب الاثنين الكيو حتسوي دامج اكثر بكثير من اللي كان بيسويه حاليا. وانا هذا اللي ماني فاهمه، ماني عارف ليش يعطوا زد بفات زياده وهو اوريدي البان ريت حقه 86%. بعد كده اري ولا شيء، تيل ويب بس تغيير شكلي. ايروسين برضو تغيير شكلي ما فرق كثير. البوست اوف سويفتنس نقصوا الموفمنت سبيد حقها من 60 ل 55، لانه ما عاد صار احد يشتري الموفز البوست اوف موبيليتي. فالناس صاروا يبوك تختار موفز موبيليتي اذا تبغى موفمنت سبيد، وسويفتنس اذا تبغى السلو ريدكشن. بعد كده البرزيركرز برضو ما عاد صار احد يشتريها، بالذات الاي دي سيز. الاي دي سيز 3 4 صاروا يستروا اللوسيديتي اللي هي حقت الارم ريدكشن، ولا حتى البوس اوف سوفنس على اساس اليوتيليتي حقتها، فيبغوا يرجعوها للجيم. زودوها من 30 ل 35%. النينجا تامبي برضو نفس الشيء، ما عاد صارت موجوده، ما حد بيشتريها في الجيم، فزودوا البيسك اتاك ريدكشن حقها من 10% ل 12%. اظن حتشوفوها اكثر شويه من اول، بس ما اظن حيغير الامكانيات حقتها لانها لسه ما زالت سيئه مقارنه بالبقيه. يعني انا افضل الميركري شوز ولا البوست اوف سيشن ستوب على نينجا تابي، واوف كورس يا لوسيديتي يا البرزيركرز على الاي دي سي ان كان بوت. ترينيتي فورس هذا التغيير الكبير اللي صار بالنسبه للايتمز. غيروا البيلد باث حقها، كان اول فاكرين شين وفيج وزيل و200 جولد، الحين خلوها شين وفيج وستينجر. ايش الفرق بين ستينجر وزيل؟ زيل كان فيه اللي هي الكريت شانس 20%، وستينجر في 15%، وستينجر في 40% اتاك سبيد، وزودوا عليها الكول داون ريدكشن 20%. هذا التشينج عملوه عشان يبغوا مره تانية الاي دي توبس يرجعوا فوق يا شباب. اوكي، هذه احسن ايتم لايريليا. حتشوفوا ايريليا وجاكس في كل جيم من هنا ورايح يا شباب بسبه التعديله هذه. ما عاد حتشوفوه، انا صعب تشوف الايتم هذه على ياسوا، لانه ياسو يحتاج الكريت اكثر ما يحتاج الاتاك سبيد. فالمفروض بف مو طبيعي لاريليا، وبف مو طبيعي لجاك. كوركي ما زال للاسف لازم يشتري الايتم هذه، بس ما حيستفيد من الاتاك سبيد. فعشان كذا بعد كذا عندنا الستينجر يا شباب، غيروه بس حبتين بسيطه على اساس تقدر تبني مع الترينيتي فورس، فما في تعديله مختلفة. الناشر ستوت زودوا الجولد كوست حقها على اساس الابليكيشن حقها. هذه الايتم ما اظنها من سمن الرفت، ما ادري من اي واحدة. الويتس اند سووا لها بف برضو بسيط، وغيروا البيلد باث حقها، وبرضو ايتم تنفع تشتريها على واحدة زي اريليا لو كان اللي قدامها اي بي. البفين هذه قلت لكم يا شباب على اساس الاي دي توب يتحملوا الاي بي توب، بس بكل بساطة. غيروا البيلد باث حقها، كان نال ماجيك مانتل داجر وريكيرسيف بو، دحين ريكيرسيف بو نيجاترون كلوك وداجر، ونقصوا الجولد حقها عشان يبغوا الناس يشتروها ايرلي. دايناميك كيوب ما فيها تعديلات، بيحاولوا يقللوا الماتش ميكينج تايم. الشوب ما في تعديلات مهمة. بعد كده وغير كده اظن كده خلصنا يا شباب. لو في اي اسئلة يا شباب اسالوني دحين.